نتحمل بعضنا؟ نعم. مرحلة داعش أنت أيضا يعني كنت رئيس أركان الجيش، اتهمت أنه أنت تدبر لانقلاب عسكري لاستلام السلطة. وين لقيت أستاذ نجم هاي؟ احنا دائما أعتقد من يتحدث بهذه اللغة في بعد عام 2003 أعتبره لا يقرأ الأمور بشكلها الصحيح. يعني ظلمت؟ ظلمت نعم. إذا أريد أتحدث اليوم للتاريخ، كانت كل الأجواء والظروف مهيئة إلى التغيير اللي أنت حكيته، مو انقلاب بس تغيير. من خلال الانقلاب، من خلال يعني أنه كان الشارع محتقن، أكو خلينا نقول خفوت سياسي يعني ما يعرفون الوضع شنو، أكو كذا، فالمظاهرات على أوج عظمتها، سقطت بين المتظاهرين تضحيات بين القوات الأمنية، الوضع محتقن، جانب اقتصادي. بصراحة من تستقرأ الموقف أنت دائما تخلي مصلحة ودم شعبك أمام عينك. اليوم احنا أمام رأي عام، أنا ما كنت أخطط، ولكن كثير من السكان والمتنفذين كانوا يدفعون بهذا الاتجاه، باتجاهي. السكان يعني العشائر وكثير من الناس يدفعون باتجاه أنه تسلم السلطة العسكرية وإدارة البلد لفترة معينة حتى نحول إلى مرحلة انتقالية ونأسس الانتخابات. طيب. وتتحول إلى دولة مدنية. أنا حقيقة لا أريد أن أريق الدماء، حتى أزيدك وأكون صريح، حتى أكو تدخل خارجي كان يدفع بهذا الاتجاه إلى حد كنت أرفض أنا وبقوة. أرفض أولا، أريد أحافظ على شعبي. أنت بعدين أنا ليس لم أكن عطشانا للسلطة. أي أبد. سلطة بدماء؟ لا. قطرة دم تعادل عندي كبير جدا من العراقي، لأن الدم العراقي عزيز. أنا مرات مو لماح، ما أوقف بساعة، أكون صريح وياك. أي هو أنا مرات توقف عند المعلومة. أي فمرات مثل هاي تذكر ما نتحدث بصراحة أستاذ نجم. قلت لك الحقيقة، أنا قلت لك كانت الظروف مهيئة، بس أنا رفضت رفضا قاطعا، حتى إلى حد أنه الكثير دفع. لا تقول لي منه، ارزع أو اخلع الزي العسكري وتد الزي المدني واتكل على الله. آخر شيء كنت أرفض وبقوة. يعني كانت اللي فضح الأمور، حتى أكون صريح، هو ناردوس. أنا كنت دائما كل 3 أسابيع من أشوف الأمور هادئة أنزل خميس وجمعة بطائرة سمتية إلى أهلي. للديرة أروح أشوف عيالي، وضعي، دبر أمورهم. كنت نازل حقيقة دائما أنزل الخميس بطائرة سمتية، وأوصل قد أأتي الجمعة إذا القواطع هادئة مال العمليات، ويعني أأتي السبت صباحا من الفجر. زين. بس إذا قواطع العمليات ساخنة لا والله ما أروح، وإذا بيها مجال يعني هادئة تقريبا وبس هدوء مشوب بالحذر أروح، أرجع الخميس الجمعة. أرجع دز لي أحد الأخوان على الواتساب مالته، أنا ما عندي فيس، إنه الغانم يخطط لانقلاب عسكري. هذا ما السفير الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء بذلك، بنية إنه أنا نية الغانم يقوم بانقلاب عسكري. السفير الأمريكي أبلغ رئيس الوزراء العبادي عبد المهدي. إيه؟ زين. حقيقة أنا اتصلت بعبد المهدي، قلت له وصلك المعلومة؟ قال نعم وصلتني. أنت أيضا وصلتك؟ أنت حولوها لي على الواتساب. من السفارة الأمريكية؟ لا، أحد الأصدقاء حولها لي، هم بالدولة. هو قال بالدولة سووا انقلاب. قلت له شكو؟ قال هذا اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي.
فخبرت عن الرئيس الوزراء قال نعم وصلتني هاي المعلومة. خبرت سياسي علاقتي قوية وياه. أي اللي عرفته أنا طبعا التحقت بها السبت بصراحة لأن كانت الأجواء هادئة. قد يكون صار اجتماع لسياسي يا سنة هذا الحديث معينة هذا الحديث بال 2019 ماشي نعم. كمل أي بال 2019 هذا الحديث صار نعم. اجتماع يعني مناقشين الأمور فكان أحد الأخوان السياسيين وأحكيها للتقرير قال لهم أولا هذا ابن عشاير وابن ناس وابن مضيف ما أعتقد يسوي هيك شيء أولا لا يعض الإيد المدة إلى يعني ودعمتها لتولي المنصب والنقطة الثانية حريص أنه على رجل وطني عنده خيافة الله ما راح يريق دماء ولا كذا بالمناسبة أني خابرت إلى بس ما راح أجيب اسمه خابرت يقول من طرق الموضوع قلت لهم ألا واي سوى أنا راح أصير وياه بالانقلاب يعني مستبعد الحالة عبد المهدي لا قال العبد المهدي مو عبد المهدي سياسي هو أي. فحقيقة من بداية هذا الموضوع تلت الأخبار الأخرى اتكل على الله كذا أنا كنت أرفض رفض قاطع وحتى ضغط خارجي صار بالموضوع مو ضغط وإنما تأييد يعني دعم كبير جدا أنا كنت أرفض قطعيا وصلت إلى مرحلة قلت لك اخلع الزي العسكري وارتد المدني واتكل على الله وذيع البيان رقم واحد نعم رفضت أطراف خارجية دعم خارجي من جهات عدة السفير الأمريكي شنو الغاية أنه صور لرئيس الوزراء أو نقل معلومة أنه عليك انقلاب سيقوده رئيس أركان الجيش أنت الآن تقول نهائيا لن أفكر بذلك أنا أقول لك ما أصير ماذا صنعوا من هنا السؤال ليش خلنا أجاوبك هاني خلنا أتحدث وياك بصراحة اليوم الانقلاب إحنا درسنا ترى دائما التاريخ العسكري دائما فكر بحر عميق لا يمكن أن تصل إلى نهايته درسنا التاريخ العسكري ودرسنا الانقلابات وأعتقد العراق مر بانقلابات كثيرة دموية كلها صار سحل بالشوارع في الحكومات السابقة الآن بالعراق ما يصير انقلاب من يقوم بالانقلاب المؤسسة العسكرية جيش الآن قادة الجيش خلني أكون وياك وكبار الضباط أما موالي أو منتمي قليل مستقل أنت شلون تأمن تجد فاتح فلان من الناس وينتمي للحزب الفلاني أو للتيار الفلاني أو الكتلة الفلانية وتجد فاتح الثاني يعني أنت بعدك ما منفذ ينفضح الأمر فما ممكن يصير يعني هذا اللي خلاك ترفض لا مو هذا اللي خلاني بعدين حللتها أنا إلى رئيس الوزراء اللي وصلوها إلى في زيارة إلى فرنسا قلت لدولة الرئيس أرجو أن تخلون بطيخة في قلوبكم ما راح يصير انقلاب للأسباب ترى كذا 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 ووضحتها إليه أكون صريح كان لماذا اتهموك ما أعرف بهذه التهمة ما التقيت حتى اللحظة ما أعرف الخبر النشر هو وانتهى الموضوع حقيقة معك أنا قلت لك لو عندي جواب أجاوبك ما وقفت على الحقيقة لفت انتباهي عبارة قلتها وأنت تتحدث قلت لما طلب مني رفضت رفضا قاطعا وقف أمامي راقت الدماء الشارع محتقن والآلاف في كل المحافظات العراقية في ساحات الاعتصام وأكو خلينا نكون صريح أكو تدخلات حتى سياسية بالمظاهرات يعني هل تعتقد أنه الناس تمشي باتجاه وإحنا نمشي باتجاه والكل تأيد أو كذا وما إلى ذلك فدماء اليوم عزيزة ما نقدر إنه الذين قلت بحضرتهم أو أمامهم ورفضت رفضا قاطعا كنت تشعر هؤلاء دعاة الانقلاب اللي رادوك أن تقود أنت ورفضت رفضا قاطعا لديهم حس وطني طموحين بالتغيير طموحين أم العراقيين كان اللي دفعوا يعني معظم الناس ده تحكي حتى قسم بالإعلام حكوا حتى قسم المتظاهرين حكوا جيش وين خلي الجيش يقوم بواجبه بالشكل الصحيح بس أنا اعتبرتها نظرة محدودة هاي لأنه مو نظرة عمومية حتى تقدر أنه تخدم الناس ما راح تخدم الناس بتلك الفترة إحنا نريد نخدم شعبنا اليوم نبني نخدم ما راح نخدم الشعب حقيقة يعني أنت اليوم مو تجي تستلم السلطة بالقوة وتقمع الناس شنو الفرق عن النظام الدكتاتوري لا زين
لو تهيأت الظروف الآن وأعيدت الكرة مرة أخرى وقدمت لك كل التسهيلات لتقوم بهذا، نعم، هل ستقبل؟ كل شيء بيصالح العراق اليوم، كل إنسان وطني إذا يشوف بأن يخدم بلده ويبني بلده يقبل، ليش ما يقبل يعني؟ بس مو بانقلاب يعني، بس بفرصة معينة. تعتقد قد يكون أو سيصبح اللجوء إلى الانقلاب من الخيارات الوحيدة إذا ما استمر الفساد بهذا الشكل؟ تعتقد سنصل إلى مرحلة من هذا النوع؟ أنا الانقلاب أبعد بعدا قاطع، وقلت لك ليش الأسباب، وحكم خبرتي و43 سنة أنا في وزارة الدفاع في المنظومة العسكرية، الفترة المضت والفترة اللي